ولن ما يتعلق ب لجوء البعض إلى يعني ما شاهدناه أمس في بعض المدن أو في بعض المناطق، استعمال مفرقعات، احتفالات أو عجلات مقطاطية، أولا لابد من الإشادة بالدور ديال أولا المصالح الأمنية والمسؤولين في الجماعات الترابية والعطور في الجماعات الترابية، لأنه فعلا كان واحد المجهود كبير لمواجهة استعمال مثلا العجلات المقطاطية في لإحراقها أثناء يعني احتفالات أمس، وهذا واحد الأمر اللي ممنوع قانونا، ليس فقط لاعتبارات يعني أمنية بل لاعتبارات متعددة، على رأسها ما يتعلق بالبيئة، كانت واحد اليقظة كبيرة في اليومين، والحالة التي تسجلت سيطبق فيها القانون بشكل يعني حازم، لأنه لا يمكن التساهل مع أعمال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير.